للمزيد حول أداء الأسواق المصرية ينضم إلي في الاستوديو الزميل محمد عادل المحلل المالي لاقتصاد الشرق. مساء الخير محمد. يعني اليوم نرى استمرار المكاسب في السوق المصرية، ليس بالأمر الجديد، يعني تعودنا على اللون الأخضر المهيمن على أداء المؤشرات المصرية. اليوم في العديد من القطاعات داعمة، ولعل الحديث عن القطاع العقاري مهم في هذه المرحلة. نعم، يعني الفترة الماضية كان القطاع العقاري مستحوذ على أداء ما بين القطاعات خلال يعني الجلسات حتى منذ بداية العام، ولكن يعني يزداد الزخم على القطاع حتى على الأسهم الصغيرة. بدأ يحدث تبادل بين الأسهم داخل القطاع، بدأت النظر وإعادة التقييم لأسهم القطاع بعد الارتفاعات للأسهم القيادية. القطاع أداؤه هو الأبرز وهو لدى الفريد منذ بداية العام بسبب يعني الحديث عن مشروعات جديدة والحديث على يعني تسعير جديد لهذه الشركات. كل هذه العوامل تدفع القطاع لاستمرار الزخم. ما يحدث هو تبادل ما بين الأسهم، الأسهم التي ارتفعت بقي الأسهم في القطاع بدأت تسعر هذه الارتفاعات، بدأت الأحاديث والتكهنات عن مشروعات جديدة لهذه الشركات، وبالتالي بدأ الزخم يستمر على هذه الشركات. نشاهد اليوم استمرار للارتفاعات لسهم طلعت مصطفى، هو يقود القطاع العقاري وهو كان السبب في ارتفاعات القطاع منذ بداية العام حتى الآن باللون الأبيض. هو أداء القطاع أكبر وزن نسبي داخل القطاع العقاري، مؤشر البورصة المصرية في القطاع العقاري هو كان سهم طلعت مصطفى، وبالتالي يعني نشاهد أيضا سهم عمار ونشاط على السهم في جلسة اليوم. طيب أيضا يعني المؤشر مؤشر البنوك متفوق على أداء المؤشر الثلاثين، وكنا قد تحدثنا مرارا عن الدعم الأساسي من التجاري الدولي. هل ممكن أن يكون هذا الارتفاع مستداما بهذا الشكل في الفترة المقبلة إذا لم يتغير أي شيء في الأساسيات الحالية في الاقتصاد المصري؟ يعني في الظروف الحالية نعم، يعني من الواضح أن الزخم على القطاع العقاري مستمر، هناك حالة من التحوط مستمرة في القطاع العقاري في المشروعات العقارية، هناك اتجاه أن يكون التسعير للمشروعات المقبلة بمرونة، هناك مرونة في التسعير، تتوقف على تسعير الدولار في بشكل كبير في السوق الموازية، وهو نوع من أنواع التحوط بسبب تكاليف البناء وبسبب أيضا ارتفاع يعني التكاليف الأخرى. كل هذه العوامل تدفع يعني فرص النمو للشركات العقارية خلال هذا العام حتى العام المقبل لمزيد من النمو حتى ومزيد من المبيعات خلال هذه الفترات. ويبدو أن هناك أيضا فرصا واضحة تحققها الأسهم الصغيرة، الأسهم المتوسطة، ورأينا أحجام تداول قوية على الإي جي إكس 70. صحيح. يعني ما الذي يبرر هذه الارتفاعات عليها؟ يعني خلال الفترة الماضية حتى أكتوبر الماضي من العام الماضي كان الأسهم القيادية كان هو السمة الأساسية والتحوط فيها، لكن منذ هذه الفترات بدأ الزخم من الأفراد يستمر بشكل كبير، بدأ يعني يكون هناك حالة من النشاط بشكل كبير للأفراد، الأفراد دائما تفضل الأسهم الصغيرة، وبالتالي بدأ الزخم يأتي الدور على الأسهم الصغيرة، ارتفعت بشكل كبير، ارتفاعات كانت قوية، أسعارها تكون صحيح صغيرة يعني فنفسيا تمثل عامل إيجابي للمستثمرين خاصة الأفراد. بدأ نشهد ارتفاعات قوية منذ أكتوبر حتى الآن. أداء الأسهم أو مؤشر البورصة السبعين يتفوق على الثلاثين، يعني هو واضح أن أداءه خلال عام وحتى الآن الأداء 148 في المئة مقابل حوالي 70% للمؤشر الثلاثيني. يعني شاهدي حتى شهر أكتوبر كان الأداء تقريبا متقارب حوالي 25%، لكن صحيح. الفارق في الأداء بدأ من أكتوبر، بدأ يتسع هذا الفارق بعد صحيح. شهر أكتوبر صحيح، يعني بعد الأزمة التي بدأت طبعا في غزة وبعد كل التأثير الجيوسياسي على صحيح. الاقتصاد المصري وبعد المخاوف من تفاقم هذه الأزمة وتأثيرها على الجنيه وموجة التحوط التي تابعنا. صحيح، موجة التحوط مستمرة بالطبع بسبب يعني أزمة التضخم حتى الآن وبسبب طبعا تأكل العملة بشكل غير رسمي حتى الآن. محمد عادل المحلل المالي لاقتصاد الشرق، شكرا لك على كل هذه التحليلات ودائما.
قال الرئيس التنفيذي لشركة بي بي إن الشركة تخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى مليار ونصف مليار دولار في أنشطة التنمية والاستكشاف، وأشار إلى قيمة الاستثمارات الإضافية التي قد تصل إلى 5 مليارات دولار. كلام الرئيس التنفيذي لشركة بي بي جاء خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال من جانبه إن مصر تتطلع لتعزيز التعاون القائم مع عمالقة النفط خلال السنوات المقبلة، خصوصا في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد في تصريح للشرق، قالت إن مصر شريك أساسي في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وقد تم توقيع اتفاقية مع المؤسسة بقيمة 1.5 مليار دولار لعام 2024. وأضافت السعيد أن الحكومة تستهدف نموا بنسبة 24% في العام المالي المقبل. نتابع. فاحنا النهاردة المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الخارجية والمؤسسة الإسلامية لتمويل القطاع الخاص كان عندنا طبعا يعني شراكة معهم كبيرة على مدى سنوات طويلة، ويمكن وقعنا اتفاقية مهمة جدا خاصة بخطوط ائتمان لهيئتين مهمين جدا في مصر، هما هيئة السلع التموينية وهيئة العامة للبترول، ودول طبعا من أهم القطاعات الحيوية. قيمة التمويل احنا بنتكلم على 1.5 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول، وطبعا قابلة للزيادة وفقا لاحتياجات الدولة المصرية، وفقا طبعا للتطورات المحلية والإقليمية. احنا بنتكلم النهاردة على 3% معدل نمو طبعا هذا العام، وبنستهدف 4.2% العام المالي القادم. ولكن طبعا أهم، دايما بتكلم على أهم من معدلات النمو، هو معدلات التوظف والتشغيل. احنا بنتكلم على 6.9% آخر ربع كان لمعدلات البطالة، بنأمل مزيد من الانخفاض ومزيد من الفرص العمل اللائقة. احنا طبعا مستهدفين ان احنا نزود لرأس المال بتاع الصندوق السيادي بشكل مستمر، لان احنا زودنا راس المال المصرح بيه في حدود 400 مليار، واحنا طبعا عندنا هدف زيادته بشكل مستمر، وزيادته دايما باصول لائقه وبمشروعات مهمه يعني تبقى تعود بالعائد والفايده على المواطن المصري.